الآن نستعرض معكم أبرز الأخبار. الدولار الكندي ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين بعد رفع البنك المركزي الكندي احتمالات زيادة أسعار الفائدة هذا العام، بينما انخفض الدولار الأمريكي مع تركز أنظار المتعاملين على بداية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الذي يستمر ليومين. وقالت كارولاين ويلكنز النائب الأول لمحافظ بنك كندا المركزي إن نمو اقتصاد البلاد في الربع الأول كان رائعا جدا، وإن المؤشرات على أن النمو الاقتصادي سيتسع، من شأنها دفع البنك المركزي لدراسة ما إذا كانت هناك ضرورة لتغيير أسعار الفائدة المنخفضة حاليا. تقود رئيسة الوزراء البريطانية بمشاركة الرئيس الفرنسي حملة تتضمن غرامات مالية ضد شركات التكنولوجيا التي تفشل في إزالة المحتوى المتعلق بالإرهاب. وقالت تريزا ماي إن المملكة المتحدة وفرنسا ستعملان معا لتشجيع الشركات على بذل المزيد من الجهد والالتزام بمسؤولياتهم الاجتماعية لتكثيف الجهود لإزالة المحتوى الضار من شبكاتهم. وأضافت ماي أن خطة تأمين المحتوى الإلكتروني ستتضمن خطة لكشف إمكانية إنشاء مسؤولية قانونية جديدة على شركات التكنولوجيا إذا لم تتمكن من إزالة المحتوى غير المقبول. قالت شركة توشيبا اليوم إن إجمالي التعويضات التي طلبها المساهمون عن انخفاض سهم الشركة بعد الخسائر التي تكبدتها بسبب الفضيحة المحاسبية تجاوزت 100 مليار ين. وذكرت الشركة اليابانية أن إجمالي المبلغ المطلوب منها وصل إلى 108 مليار ين، يعني حوالي 990 مليون دولار، بعد أن طلبت مجموعة من المستثمرين الأجانب من ضمنهم بنك نيويورك ميلون ما يقرب من 43 مليار و 800 مليون ين كتعويضات. وقد رفعت مجموعة من المساهمين أو المستثمرين تضم نحو 70 مساهما دعوى على الشركة في محكمة بطوكيو في 3 أبريل لتكون الدعوى 26 ضد توشيبا. شهدت أسعار حديد التسليح في مصر قفزة بعدما فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رسوم إغراق مؤقتة على وارداته من 3 دول. قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية: لا يوجد سبب منطقي لما يحدث، وكان لابد على الحكومة أن تلزم الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق. وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17% لحديد التسليح الصيني، وبين 17% و19% للحديد التركي. تحولت أسعار النفط إلى التراجع خلال تداولات اليوم بعد تقرير أوباك الذي أظهر زيادة الإنتاج، وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي لمستوى 48 دولارا و15 سنتا للبرميل. كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس ل 45 دولارا و87 سنتا للبرميل، أي بتراجع يصل لنصف بالمئة. كانت منظمة أوبك ذكرت في تقريرها لشهر مايو أن مستوى الإنتاج ارتفع الشهر الماضي بمقدار 336 ألف برميل يوميا ليبلغ 32 مليون و139 ألف برميل. رفضت محكمة القضاء الإداري الشق المستعجل اليوم دعوى قضائية طالبت بوقف انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية والمقرر لها 22 من يونيو الجاري مع إحالة الدعوى لهيئة المفوضين. تجرى انتخابات مجلس إدارة البورصة في 22 من الشهر الجاري لاختيار 5 أعضاء عن الشركات المقيدة والعاملة وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد طارق الملا وزير البترول الالتزام بتعجيل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غاز غرب الدلتا شمال الإسكندرية وغرب المتوسط العميق وبدء الإنتاج منها قبل الموعد المخطط، مشيرا إلى أن العمل في المشروع يتم بمعدلات أعلى من المعتمدة بالخطة. وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تحديدا حقلي توريس وليبرا التي افتتحها الرئيس السيسي في مايو الماضي ووضعت على الإنتاج بمعدلات 700 مليون قدم مكعبة يوميا قبل موعدها المحدد بثمانية أشهر، ساهمت إيجابيا في الاستمرار بنجاح في تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد. نتابع الآن أداء العملات مقابل الجنيه المصري. نبدأ بالدولار، نفس المستويات التي نتحدث عنها، استقرار في أسعار الدولار 17 جنيها و95 قرشا الحد الأدنى للبيع، والحد الأدنى 18 جنيها و8 قروش في بنك أبوظبي الإسلامي. أما أسعار الشراء من البنوك المصرية فتتراوح ما بين 18 جنيها و5 قروش و18 جنيها و17 قرشا. إذن بعد التراجع، وأيضا هذا التراجع كان في العملات الأجنبية، التراجع لا يتعدى القروش، لكن نأخذ نظرة على القائمة اليوم. اليورو 20 جنيها و25 قرشا، الاسترليني 23 جنيها، الريال السعودي 4 جنيهات و82 قرشا، والدرهم الإماراتي 4 جنيهات و92 قرشا. التراجع يطال أيضا أسعار الذهب في السوق المحلية، وكان ما بين جنيه لجنيهين أقل من الأسعار المسجلة بالأمس. لنأخذ أسعار عيار 21 مثلا على الجرام 642 جنيها، وعيار 18 سجل سعر الجرام 551 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب 5146 جنيها. نذهب الآن لمتابعة مؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت فيما عدا المؤشر السبعيني. نبدأ دائما بالمؤشر الرئيسي EGX 30، 13% من الارتفاعات، أغلق عند 13531 نقطة. أما مؤشر EGX 70 فتراجع ب 20% تقريبا، أغلق عند 614 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا بأكثر من 10%، أغلق عند مستوى 1441 نقطة أو 41 نقطة. نأخذ نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا خلال اليوم، تصدرتها غاز مصر، الصناعات الغذائية العربية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير، بلتون المالية القابضة، والنيل للأدوية. أما الأكثر هبوطاً لهذا اليوم مجموعة بورتو القابضة، والمصرية العربية لتداول الحاويات، الشروق الحديثة للطباعة، أورنج مصر للاتصالات، والإسكندرية للأدوية. المؤشرات العربية تباينت لكن الأغلبية على ارتفاع، دبي صعود ب 14%، الكويت بعض الارتفاعات الطفيفة، أبو ظبي 16% من الارتفاعات، السعودية تراجع طفيف. نأخذ بقية الأسواق العربية، مسقط تراجع طفيف، البحرين 14% من الارتفاعات، وقطر تتراجع اليوم ب 14%.